أنا قصدي أبو عبد الله، كيف كانت أغانيك تتداول بين الناس في ذلك الوقت؟ الأسطوانات ولا؟ أيوة، كانت طبعا الأسطوانات في اليونان. كان في شركات، يعني في شركة من دول الخليج، في شركة كانت اسمها توزيعات الشرق، هي اللي جت معي وتعاقدت معي، وكنت أروح معها لبنان في الأيام الأولى ده، وكانوا يسووا الأسطوانات. طبعا الأسطوانة فيها أغنية ما تاخذ الاغنيه اغنيتين ايه؟ او اغنيه طويله على الوجهين، فيعني اغنيتين مقدور عليها يعني بطبيعه. مو زي الحين الشريط ياخذ 12 اغنيه ويقول لك كمان هل من مزيد يعني هي يعني طبيعي. حتى يعني تسجيل الاغنيه كان يتم بوجود جميع الاطراف، العازفين والمشاركين في الفتره الاولى. نعم، قبل هذا، قبل الاستديوهات الجديده والتركات، قبل التركات، قبل ايام ما كانت تسجيلات على ترك واحد في المسجلات الرغيل. يعني تاخذ الاغنيه من بدايتها لنهايتها مع الجميع، مع الاوركسترا طبعا. حتى قبل التواجد في ترابط ما بين المغني وبين العازفين، يعني في الفه. انما كله موجود معه. بالنسبه للتركات او في زمن التركات صار العازف يجي لوحده على حسب، يعني واحد يكون في عنده صول عود يجي يسوي صول عود ويمشي. ايوه يمشي. بدون ما يحتك مع الاخرين نهائي، ولا كمان يمكن يعرف ما يعرف مين هم الاخرين اللي كانوا مسجلين. بس هو يؤدي دوره، يمسك الورق قدامه يحطه على النوته ويبتدي يسجل ويتكل على الله، يقبض المبلغ ويروح. ايوه، يعني صارت المساله فيها تفكك. طبعا هذا يعني يأثر على جودة الأغنية تتفوق. والله لا، هي من ناحية الجودة لا، يعني لأنه طبعا هذا المهندس هو اللي بيجمع هذه المجموعات اللي والترابط اللي بينهم، كل واحد على ترك وبعدين يجمعهم في وقت الميكس بطبيعة الحال. بالنسبة للمتلقي ما بيحس انهم دول ما هم مع بعض او ما كانوا مع بعض، يجي ياخذ الاغنيه جاهزه كامله. ايه بطبيعه.